السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفواكه الجافة مبقيناش كناكلوها، كانوا الاباء ديالنا ملي كيتسوقوا السوق كيشريوا لنا فواكه طرية، لا كانوا كيجيبوا لنا التفاح والبنان بالله عليكم، كانوا كيجيبوا اللوز والقرقاع والتمر والتين، نعم ام لا؟ كل سوق والله لو كنتم تاكلوا هذه الفواكه كل سوق إلا كنتم على أحسن ما يرام بالله الذي لا إله إلا هذا. الفواكه الجافة كنعرفوها غير في عاشوراء الآن، والزنجلان عندكم هو قريب لكم في قصبة تادلة، الزنجلان ما كتاكلوه إلا في رمضان في سلو، وعلاش ما تاكلوا الزنجلان في الأيام كلها؟ وزريعة الكتان ما كتعرفوهاش نهائيا، وعلاش الوجبة ديال الرجال لازم يكون فيها الكرفس والزنجلان، كرفس وزريعة الكتان والزنجلان واللوز البلدي، عقلوا مزيان شويه ديال القرنفل، هذه الوجبه ديال الرجال، لان الرجال خصهم طونيس وكيخدموا ما خصهمش يعياو ويترخاو. الوجبه ديال النساء لازم يكون فيها الكرفس والمعدنوس والقصبر والحلبه اوبليغا، هذه ما فيهاش، وياكلوا الدجاج البلدي، المرقه ديال الدجاج البلدي مره في الاسبوع، غالي الدجاج البلدي، الرجاله ديالكم غادي كحلت عليهم في هذه الليله، هذه سميتوا على عليهم هذا مره في الاسبوع. هذه ان شاء الله ما غاداش تبقى عندكم الانيمي، ما غاداش تبقى عندكم انيمي، وغادي تبداو تردعوا مزيان ان شاء الله، ما غاديش تبقاو تقلقوا، ما غاديش تبقاو تضربوا تهرسوا هذوك الاواني ديال المطبخ، ان شاء الله يكون خير. عقلوا على هذه المسائل، هذه راه بسيطه جدا وهي جيده. ف انا قلت المكون الاول والله ما شاء الله شتي حتى هاد 15 ثانية راه ضاعت، يعني ربما كنت نقول فيها خمسة الكلمات يعني يفيدوا. فأولا المكون الأول هو عدم الإسراف في الأكل، الله يرضي عليكم اللي بغى يسجل، عدم الإسراف في الأكل، ما تكتروش الماكل إلا كنتوا حاسين بالجوع، نعم. إذا كان من غير الممكن فليصم أو يعني فليترك الإنسان الغداء ديال يومين، يومين ما يتغداش، يقدر يشرب الماء، مسموح بالماء، إلا ما قدرش يصوم يشرب الماء وما يتغداش، يجوع مرتين في الأسبوع، اللحوم مرة في الأسبوع، اللي فيه سرطان ممنوع اللحوم الحمراء، اللي فيه سرطان ممنوع اللحوم الحمراء، الحساسية يقلل من اللحوم الحمراء ما أمكن، لأن يعني اللحوم تاهي كتزيد في المشكل ديال الحساسية. الابتعاد عن السموم الآن الموجودة في الأكل، السموم الصناعية الموجودة ما أمكن، الابتعاد ما أمكن، ما أنا أقول ما أمكن، لأن صعيب الحال، أنا رانا بحالي بحالكم. ثم الأمر الرابع هو تنويع الأكل وإدخال المواد الطبية، تبعوا مزيان، ملي كتشربوا الحليب كتشربوه باش تغداو ماشي باش تداووا، نعم أم لا؟ نعم. ملي كتاكلوا الخبز كتاكلوه باش تعمروا باش تغداو ماشي باش تداووا، لكن ملي كتاكلوا الحلبة ماشي باش تغداو، كتاكلوها باش تداووا، فلازم تكون الحبوب الطبية مع الحبوب ديال التغذية، لازم يكون النظام الغذائي فيه الحبة السوداء وحبة حلاوة والنافع في الخبز دائما، الحبة السوداء حبة حلاوة النافع في الخبز دائما دائما دائما، الخبز يتعجن بهذه الحبوب الثلاث. ثم خلوني نكمل الله يرضى عليكم، ثم الحلبة الحلبة والخردل، حب رشاد الحلبة والخردل وزريعة الكتان، يعني حبوب الكتان مع الزنجلان، قلبوا على نتوما كيفاش تاكلوهم، اللي بغى يدقوا اللي بغى ياكلوا اللي بغى يحمصوا اللي بغى، المهم قلبوا على طريقه. الحلبه كاين اللي كيرطبها، كاين اللي كيطيب بها، كاين اللي كيديرها في الكسكسو، كاين اللي يديرها في الحريره، الحلبه زريعة الكتان والزنجلان والحبه السوداء والخردل الحب رشاد، القزبر والكرافس والمعدنوس خضره ماشي تزويق، ماشي تقضيو قبيطه في القفه مع 15 كيلو ديال البطاطيس، كاين اللي كيقضي 15 كيلو ديال البطاطا وقبطه ديال المعدنوس، هذا الى كان تاكلوا البطاطا الحلوه يكون احسن، البطاطا الحلوه الناس اللي عندهم سكري ممنوع، البطاطا الروميه راه كيعرفوها، ياكلوا البطاطا الحلوه اللفت المحفوره والخرشوف والكرنب جيد، هذه خضار كلها جيده لاصحاب السكري، اللي عندهم سرطان يكثروا من اللفت المحفوره، الكرنب حتى اللفت الابيض، يكثروا من الخرشوف مزيان، كثروا من الخرشوف ياكلوا الخرشوف صفرجل في الوقت ديالو حتى هو يتكال مزيان، ويكثروا من الحبوب في الاكل ديالو. واللي عنده سرطان وبدا العلاج الله يرضي عليكم، اللي عنده سرطان وبدا العلاج يجوع، راه الشرط الاساسي اللي كنشرطوا على الناس في الطريقه ديالنا، يعني باقي الاستاذ العلوي ربما يعطي شي كلمه، هو النقطه الاساسيه هو الجوع،
الجوع ديال مدة 45 يوم حتى 60 يوم ديال ماشي الجوع 100%، المهم ياكل شي حاجة باش الجليسيمي ما تهبطش باش ما يعني باش ما ينقصش، ولكن جوع دائما جوع. عاد شي الدواء ديال الطب البديل، وبعد شهرين إن شاء الله يكون ماشي الشفاء تام، يكون الشخص مرتاح جدا مرتاح، ويكون يعني عنده النفسية ديالو ارتفعت، ويكون يؤمن بأن الشفاء كاين، والمعنوية ديالو تغير، يولي حياة عادية عنده، ما يبقاش مخلوع، ما يبقاش يفكر في الموت، هي الموت خصو يفكر فيها، ولكن ماشي بالشكل ديال خايف منها، ها لا يعني يفكر فيها بحاجة أخرى، يصدق يتقى الله يتهلا في الناس يعمل الخير يعبد الله، هذه نعم، أما خايف منها وما يدير والو ولا يموت حيت سرطان لا، هذه شيء آخر، لأن المعنوية ديال الشخص كتزيد في السرطان، إلا يعني انخفضت المعنوية كيزيد الشخص المعنوية ديالو كيزيد في السرطان جيد. ثم في الأخير فعليكم بما قاله القرآن في العسل، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء. ما قاله القرآن في العسل فيه شفاء للناس، والله سبحانه وتعالى ما يمكنش يكذب علينا، القرآن لا نكذب القرآن، فهو حقيقة مطلقة من الحق الذي يعلم الحق والذي لا يقول إلا الحق. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالحبة السوداء الحديد ديالها صحيح، وحتى التصنيف بعد الناس بدأوا يشكوا بأن ماشي هي السانوج، نعم هي السانوج، لأن في المؤتمر السابع والثامن ديال الإعجاز لعلم القرآن والسنة اللي كان في دبي اتفقنا كلنا على أن الحبة السوداء هي السانوج اللي كان نسميه احنا في المغرب سانوج، وهي السانوج، وعندنا البلدي في المنطقة ديال خريبكا وديال الشاوية عندنا في السطات كاين حبة السوداء كاين السانوج البلدي، والسانوج البلدي سبعة الأضعاف كيفوق في الشفاء السانوج المستورد. هذه لا شوف كل شيء بين ايديكم، وما شاء الله انتم ما شاء الله ما خصكمش تشتكيوا من امراض، وحتى اللي فات الفوت كيقول كما يقول انه مرض وعنده حاله سرطانيه مستعصيه والاطباء قالوا له ليس هناك امل، يتراجع يترك السموم يجوع شي شويه يستعمل بعض الاشياء.